النادي الاهلي. هي بطولة خاصة طبعا، كان نفسنا نكسبها عشان نفرح جماهيرنا، ولكن في النهاية هي مباراة في الدوري زيها زي أي مباراة. أنا بشكر اللعيبة، عاملين موسم رائع، موسمين متتاليين. لازم احنا كنادي الاهلي نكون فخورين بنفسنا، لازم نكون فخورين بلاعبتنا، فخورين بالفرقة، لأن كسبان الدوري موسمين ورا بعض بفرق كبير عن أقرب منافسيك. كونك تتعثر في مباراة أو ما تكونش موفق في يوم، ده طبيعي جدا في الكورة. ما كانش نفسنا يعني يكون التعثر النهاردة، ولكن هي دي حال الكورة. في النهاية أنا بقول لك بشكر لعيبة تعبوا طول الموسم اللي فات والموسم ده، بحققوا بطولات بيسعدوا جماهيرهم. من حق جماهير أكيد من جواها تكون زعلانة، ولكن أنا بقول لك من خلالكم لازم يكونوا فخورين بالفرقة وفخورين باللعيبة، لأن اللعيبة دي تعبت واجتهدت ولازم ياخدوا حقهم. تعثرنا النهاردة وده حال الكورة، وارد يحصل في اي وقت، ولكن الحمد لله انت بطل المسابقه. هي صفحه تقفل اكيد، لان عندنا بطوله كاس عاوزين نكمل فيها بشكل كويس ان شاء الله. طمني، يمكن النهارده المباراه باجمالها ممكن خلاص يعني عدت وانتهت، لكن في مباريات قادمه، في حجم انذارات النهارده كان كتير، في غيابات هتبقى في مباراه الاسيوط القادمه ان شاء الله. لا ان شاء الله ان شاء الله، حجم الانذارات الحمد لله كلها لا تؤثر على فريق في المرحله القادمه ان شاء الله ان شاء الله. ايه المكاسب اللي ممكن الجهاز الفني يطلع بيها بمباراه النهارده؟ يعني مش مساله مكاسب، انا بقول لك المكاسب ان كان نفسنا نكسب، لان دي بطوله خاصه، بطوله معنويه، بطوله شرفيه يعني للناديين والجماهير، كان نفسنا نحققها. ولكن يعني الخساره دايما بتكون وحشه، ولكن بطوله انت يعني انت البطل بتاعها، وبنستعد للكاس. هنقفل الصفحه بسرعه عشان نستعد للكاس ان شاء الله. سعد سمير محتاج اطمن على اصابته، يعني بكره نطمن عليه ان شاء الله. كانت مقويه في الركبه، لكن يعني الاشعه اطمن اكتر، ولا يعني حالته لما شفته لما خرج ان شاء الله اطمن اكتر ان شاء الله. بالتوفيق يا كابتن ايوب، وشكرا جزيلا.